أيضا الصدقة تخلي النفس من الرذائل وتحليها بالفضائل. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. لماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ففي قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، في قول الله تطهرهم إشارة إلى مقام التخلية من الرذائل والذنوب والأخلاق السيئة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يطهرك بسبب هذه الصدقة من الرذائل ومن الذنوب ومن الأخلاق السيئة. وفي قول الله سبحانه وتعالى تزكيهم، أن الله عز وجل قال تطهرهم وتزكيهم بها، إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات والأعمال الصالحة. ويدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. والذي أبان الله سبحانه وتعالى فيه بأن الصدقة سبب لنيل الخيرية وطهرة للنفس من الأدناس وتخلية لها من الرذائل. والصدقة فيها انتصار لنفسك على الشيطان، أو انتصار منك أنت على ليه؟ على الشيطان. لأن الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالشيطان يعدك الفقر، وأنت تنتصر على ليه؟ على الشيطان بالإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بسبب هذه الصدقة ويشرح صدره وييسر أمره. يبقى سعة صدر صاحب الصدقة وانشراح صدره وسعة أمره، طيب، أو تيسير أمره. هذا المعنى أخذناه من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. شوف، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي نيسر له أمره ونجعله مسهلا عليه كل خير، ميسرا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى ييسر له الأمور، ييسر له الأحوال، فسنيسره لليسرى. والصدقة أيضا تستر عيوب العبد وتستجلب محبة الناس. لذلك الشاعر يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والصدقة هي نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بل قدم الله سبحانه وتعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في القرآن الكريم في كل المواطن التي ذكر فيها الجهاد، إلا في موطن واحد فقط قدم الله عز وجل فيه الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال، اللي هو في سورة التوبة، في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ده الموطن الوحيد اللي في الجهاد اللي قدم ربنا سبحانه وتعالى فيه الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال. إنما بقية المواطن التي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الجهاد بالمال والنفس، قدم الجهاد بالمال أولا للإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن هذه المواضع على سبيل المثال في سورة التوبة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم. شوف، أموالهم الأول، بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. برضو قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في سورة الحجرات يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. أيضا المال أولا وبعدين أنفسهم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. في أواخر سورة الصف يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. شوف، أموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهكذا، يعني دائما الله سبحانه وتعالى يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. وفي نفس الوقت الصدقة مطهرة للمال. يعني في ناس كده يقول لك: والله احنا مثلا بنشتغل تجار او بنشتغل، وباحيانا بعض الناس دي مش يعني على مش فتوى بس يعني نقدر نقول يعني فيها تيسير لبعض الناس، يقول لك: والله انا عارف شغال اوتيستا مثلا، او وبينقل بضائع لا علاقه لها بالخمر ولا بالخنزير ولا باي شيء، بس احيانا يقول لك: والله بيعطوني كده مثلا اسكاتول ايه فيها خمور مرة كده، يعني من ضمن الأشياء التي أقوم بنقلها. طب يسيب العمل
مثلا واحد زي ده عنده أسرة عنده أولاد هيترك عمله بسبب هذه الأمور. فبين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور بيقول: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. يعني أمثال هؤلاء دائما أنصحهم بكثرة الإيه؟ بكثرة الصدق. يعني طبعا هو في, في, في الأخير يعني في جزء من العمل ليس حلال، بس على الأقل إنه إيه بيتصدق بجزء من ماله حتى يكفر الله سبحانه وتعالى عنه هذا الإيه؟ هذا الأمر. يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة.